الحمد لله والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين. لا تنسى ذكر الله ولا تنسى الصلاة على محمد، اللهم صل على محمد. هذا الجزء 19 للملك عبد العزيز رحمه الله، وعن كرمه وعدله ووفائه وشهامته. وهذه القصة أخذتها من كتاب إنسانية ملك، وتبدأ القصة عن هي صور أخرى يدان بها تاريخ الراحل الملك عبد العزيز رحمه الله، يفاخر بها كل مواطن، حيث تجلت عظمة الملك الله يرحمه وشرقت صورته وسيطر على مشاعره وكبح كبرياءه وسمع كلامه في غرضة الصحراء وجفاء الأعراب وخشونة البادية، إنها مع بدوين أعرج حافي القدمين وسمته الصحراء بقسوتها وجفائها. ففي ذات مرة وبينما كان الملك مسافر إلى شقراء قابله في الطريق بدوي أعرج وصرخ بأعلى صوته: أوقف مطيتك يا عبد العزيز، أنا رجل فقير ومظلوم، لا تتركني لغيرك. وتوقف الملك عبد العزيز رحمه الله ليسمع كلام هذا الأعرابي الذي ملأ المعسكر صراخا وصياحا، ورفع الأعرابي رأسه وخاطب الملك وهو على راحلته بخطاب الأعراب الجفاه، فقال: يا عبد العزيز، اتق الله، الكبرياء لله سبحانه، وأنت مثلي رجل مخلوق ضعيف، العظمة لله جل جلاله، لا تنظر إلي من فوق راحلتك، تواضع، فقد نصرك الله بالأمس فأعطاه حقه من الشكر. كلام من القلب، لا تشوق رهبة الملك ولا عظمة السلطان. وحديث من إعرابي صادف الملك في سفره وأوقفه وحاوره وتجرى وقسى، وهذه الصحراء طبعت رجالها بهذه الخشونة، وسيطر الملك عبد العزيز على مشاعره وانتصر على نفسه وعامل الرجل برفق: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأتاح عبد العزيز رحمه الله راحلته وأنزل إلى الأرض، ثم مد يده وصافح العربي وقال: مرحبا بك يا أخ العرب، لقد أمرتني بخير، ما اسمك؟ قال العربي: اسمي مطلق. قال الملك: من أي القوم أنت؟ قال العربي: من الأخوان، من القوم الذين قاتلوك بالأمس. قال عبد العزيز: ما مظلمتك؟ قال العربي: لقد اقتطع أمير الدوادمي أفضل الأراضي المشاعة بين المسلمين لإبله، ومنعهم الرعي فيها، وحين دخلها جمري صادره ووضع اسمه عليه، وقد حاولت نصحه أن يتقي الله ولكنه طردني. وتأثر الملك الإنسان والبطل المؤمن، ولعله ذرف دمعة لمعاناة هذا الفقير المسكين ولحسرة هذا المواطن الضعيف، فهو الملك الوقاف عند حدود الله، الناصر لشرع الله، المانع من الظلم والجور. اللهم ارحمه يا رب العالمين، ووسع له في قبره، وهدى من روع المسكين، وربط على كتفه وطلب ورقه، والناس ينظرون، انه مشهد انساني، شهد العشرات من الرجال، انه اعلان للامه ولامرائه اينما كانوا، انه لا ظلم ولا ضيم. وكتب الملك عبد العزيز على الورقه: من عبد العزيز الى امير الدوادمي، اعد لمطلق جمله واعطه من جمالك جملا اخر نكالا لك على ظلمك له، وحذارا يتكرر منك هذا مع احد من المسلمين. وتناول مطلق الورقه، ثم ركب الملك ذلوله، وعندما تحرك الركب نظر الاعرابي في الورقه، جرى خلفه مصاح: يا عبد العزيز، أي قف؟ وقف الملك وقال: انتهيت يا مطلق، هداك الله، ماذا بقي؟ قال العربي: رسالتك لم ترسمها، أي لم تقدمها. قال الملك: أمين المؤمنين يعرف خطي؟ قال العربي: لا، أعطني ختمك. قال الملك: أحضر وحبنه، وختم الكتاب، وانطلق رحمه الله لغايته. أما العربي فكان النبي يدعو ويشكر ويتحدث ويفاخر. هذه صورة رواها ثقات ودونها التاريخ، تحكي البساطة والرفق وتنطق بالعدل والتسامح. العربي قاتل الملك وتمرد مع المتمردين وند مع البغاة، ومع ذلك يعترف ويشد عدل الملك ويطلب إنصافه ويقابل الإنسان العظيم بالرفق والبساطة، إنها مكارم الأخلاق التي ساد الملك الإنسان بها الناس وتناقلها الرواح. وأحسب الشاعر أبا العتاهية يقول: إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي عظمت في الله نعمته، وذاك صلح للدنيا وللدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يرحم الملك عبد العزيز. هذه صورة من الصور التي مررت بها، ونسأل الله أن الله يرحمه ويدخله الفردوس الأعلى، وسوف نأتيكم بالجديد إن شاء الله من الصور عن مواقف وعدل الملك عبد العزيز. ونسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم، وأشكركم على متابعتكم وعلى اهتمامكم، والشكر الجزيل. نسأل الله يدخلكم الفردوس الأعلى جميعا، والسلام عليكم، أخوكم أبو رعد عبد الله.